طيب من هو الشخص اللي حارب من أجله في حياتك؟ ما فهمت السؤال. حاربت؟ من أي ناحية حاربت؟ ما فهمت السؤال. من أي ناحية توقع حاربت؟ حاربت واحد؟ لا، حاربت من أجل شخص في حياتك ولا لا؟ إلا في النهاية حربي هو. حكمه مرتدة يعني؟ أي أيوة والله. من هو هذا الشخص؟ ما لا بدون اسم يعني، أقصد إيش صار معه؟ بغيت أخليك تسلمه. اي والله بتسلم انا على يدي على طرف لسانك. اقسم بالله على طرف لساني. الله حبيبي يا ابو تركي ابو مشبب. ايوه هذا واحد صديقي، كنا في مدرسه. في المدرسه سوى ثانوي يروح يجي معي، كان معي سياره وهم معي سياره ومره. اكتشفت اخيرا انها خوي مصلحه يعني هو والله اني دافع عنها ضد اخوياي ضد العيال ضد لدرجه حتى يزعلون. وكنت انتظر عند الباب اذا تاخر عليك؟ والله اني انتظره واذا تاخر في المدرسه كان نلعب كوره حتى سوا. لا تهاد مع خبرك مشاكلات الكوره، لا تهاد. رحت معه، كنا في نادي كان معي في النادي. خبرك الانديه مثل حتى البار يجي فيها يلعب اساسي ذا احتياط. الله الله. مدرب ومدير كرة، كنت أدافع معه. أنا كنت ألعب أساسي وكنت صاف معه، أروحنا التمرين وأروحنا المدرسة وأروحنا إياه، وأزعلت ناس عشانه والله. أزعلت ناس عشانه؟ إي والله في الكرة أزعلت ناس عشانه. وكيف الشخص هذا، ما بقول إنه باعك يعني، كيف حاربك؟ حاربني مشكلة، لو إني أوضح أكثر أرفه الناس. حتنقفط أكثر. اي اهل الوادي بيعرفونها على طول، خص القريبين مني بيعرفونها. واهل الوادي كلها اجل ما خلص. اهل كوره، اهل الرياضه. كوره. يعني هي مشكله كرويه. كرويه هو حياه حتى. مو بشرط، انا الحين خويت بنتر في برنامج، مو بشرط اني بس في برنامج، برا برنامج. انا خويت كوره، خويت ثانوي، دراسه، خويت كل شيء. بس في الاخير عقب ما جمع سياره، عقب ما جمع كل شيء، اغتنى على قولتهم. ما عاد عاد اتصل اتكلم عاد. يعني خوي مصلحه هو. وقام يخوي ناس. لا شوف انه كان اثنين، دخل بيننا ثالث الصدق. الثالث هو اللي عجن كل شيء. سحبت عليهم اثنين. ما فهمتك يعني كيف دخل بينكم؟ انه كنا اثنين نروح ونجي جميع. طيب. وصار معنا ثالث. فهمتني؟ يعني انت وياه كنتوا تخاون بعض. نعم. دخل معكم واحد ثالث. ثالث. طيب. كنا نروح سوا وقام يروح معنا هو. طيب غريب. ويجي معنا. ايش صار يعني؟ دخل معنا. انت مع 15 واحد في استراحة. دخل ما له دخل استراحة. ما هو معي في استراحة هو. يعني هذول استراحة هذه عقب الثانوي. اي هذول ما هم اخوة. 15. لا لا لا. 15 يا عمي اخواني. جمعة بس حق ايه. جمعات بس. واخوي بعد نفسه. لكن ذا لا خوي خوي. خوي دراسة وخوي رياضة وخوي سفريات حتى. سافرنا. بس اقول لك يعني من مخلصة كلامي انها اغتنى وسحب. من الاخر. اخي الناس اللي زي كذا ما ادري كيف يعيشون. صح. المشكلة ان الله اغناه صدق لكن يزود. الله يزوده ويرزقه. الله يزيده لكن يا اخي بعلمك شيء. اختيار الصاحب صعب صح؟ ما هو بصعب لا نفسي ما اقول لك اتصع لك اتصع لك اتصع لك اتصع لك اللي كنا بناكل منه ناكل من ذاك ومن ذا مين هو؟ بندر هذا مغسل الدجاج الله يعينك بقاله وانت رايح لا المطعم بناكل المطعم احنا قلنا يعني اليوم نريح الشباب في المطعم عرفت لكن شكل ما ادري لا اعطنا قصيده من قصايد اخوك اللي حافظها وفي راسك والله ما بحافظ قصائد اخوي بس في بيتين حافظها سلمت يوم اضطريت انت اخوه يوم نقول ميدك لا تعطي احد اكبر من حجمه هو اعطيته اكبر من حجمه وسحب لكن اقول له هي بيتين حافظها يقول له يا ناس خلوه يزعل لا ترضونه يا ناس خلوه يزعل لا ترضونه والله لا يبطي وهو ما جاه مرسالي يا ناس خلوه يزعل لا ترضونه والله يبطي ما جاه مرسالي ويطاريه لا صرت جالس لا تجيبونه
والمقصد انه رخص ومن اول انغال. الله 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 الله, 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 الله لا يرخصنا يا اخي. اللهم امين. نعم انت الله لا يرخصنا يجعلنا من موقف الحرج. ما قال كذبت. هي قالت تحطه في قدر ضغط؟ لا لا لا. ها؟ قالت الدجاج الحال والرز الحال. الصدق.